التقى أبناء الجالية مساء اليوم بدار السودان تحت عنوان الوفاء لدار العطاء لإنقاذ دار السودان من النزع القضائي لبرنامج ألو مرحبا بهاء عيسى القاهرة. الهادي جعفر علي، كاتب وإعلامي وفنان تشكيلي، عضو من أعضاء دار السودان، هذا الدار العريق الجميل العتيق، ونحن هنا من دواعي سرورنا أن نكون متواجدين في هذه الأمسية وفي هذا اليوم، يوم الوفاء لدار العطاء لهذا الدار العريق الذي لطالما قدم للجالية وقدم للسودان لشعبه الأبي. ونحن الآن في هذا المكان لكي ندعم هذا الدار بعد أن تغيرت الأحوال في مسألة الإيجار وفقا لقوانين العقارات المصرية الجديدة، حيث تم الاتفاق على دفع 10,000 جنيه شهري للإيجار بعد أن كانت 400 جنيه شهري. ونحن في هذا اليوم نجتمع لكي نحس رجال الأعمال وكل الداعمين والهميمين بهذا الدار وبقضايا هذا الدار. الليلة جينا لتدشين لمحملة لإنقاذ دار السودان. حقيقة دار السودان ده يعني حاجة تاريخية، دار السودان بيمثل لنا حاجة تاريخية. أنا شخصيا من أنا طالبة يعني لي كم سنة يعني أول ما دخلت دار السودان، بنعمل فيه مؤتمرات، بنعمل فيه ورش، بنعمل فيه حاجات كثيرة، كل السودانيين بيجوا دار السودان. اليوم يعني في حملة لإنقاذ دار السودان، أنا أتمنى من كل الجاليات، الجالية السودانية بمصر وخارج مصر والسودان والحكومة السودانية والسفارة السودانية تساعدني في هذه الحملة. ننشد الحكومة السودانية الوقوف بجانب مجلس إدارة دار السودان بالقاهرة، ونتمنى أن تتواصل الجهود لدعم هذا الدار العريق. شكرا. مجدي الحكيم، كلنا دار السودان، دار السودان إرث تاريخي عظيم جدا جدا، لازم الناس كلها تتكاتف مع بعض، كلنا مع بعض صف دبلوماسية شعبية، وإن شاء الله إن شاء الله دار السودان سوف يظل وهو بيت السودان لكل السودانيين في جمهورية مصر العربية. ندعو الجميع عامة للوقوف خلف دار السودان. احنا متجمعين ان شاء الله الليله بنمثل كيانات وافراد وجاليه سودانيه من جميع الكيانات، وعلى اساس انه نشوف مشكله للمشكله بتاع دار السودان، والمشكله كبيره جدا بالمناسبه، لانه الله لا قدر اذا الدار ده يتفقد او يتشال من مجلس اداره دار السودان، دي مشكله بالمناسبه هتكون لكل سوداني مش مقيم، لكل سوداني حتى قادم من أي دولة حتى من السودان. دار السودان ما هنتكلم عن الأشياء اللي هي قدمتها، دار السودان بتستقبل كل سوداني، أي سوداني مر من تحت بيطلع بيشوف دار السودان بيطلع بيستقبله باستقبال كويس. لكن أنا كلامي في إنه يا ريت ونتمنى يعني الكلام ده يصل للمسؤولين حتى في الحكومة السودانية. احنا عارفين الوضع ما مهيئ ولا مناسب حسا، لكن احنا نطلب انه الحكومة السودانية ذاتها تتدخل في حاجة زي دي. طبعا اليوم في نداء لدار السودان لإنقاذ دار السودان. دار السودان، دار السودان طبعا يعتبر ميراث للجالية السودانية العريضة الموجودة في جمهورية مصر العربية، واحنا طبعا بنناشد جميع رجال الأعمال وبنناشد الحكومة السودانية انها تسعى لحل مشكلة دار السودان. دار السودان مش قيمة مادية، دي قيمة معنوية لكل الشعب السوداني، احنا لكل الجالية السودانية في جمهورية مصر العربية. احنا اليوم يعني في نداء للعرس دار السودان بطريقة ان احنا نتساهم في حل مشكلته المادية. احنا بنناشد برضو السفارة السودانية في جمهورية مصر العربية، بنناشد الحكومة السودانية في جمهورية السودان إنها تسعى لإنقاذ بيت دار السودان. نداء إلى كل سوداني يحمل وطنية بين صنايات قلبه
نداء نطلقه باسم مجلس إدارة دار السودان بالقاهرة إلى كل سوداني أن يساهم في إنقاذ دار السودان بالقاهرة. دار السودان التاريخ، التراث، السفارة الشعبية الأولى بجمهورية مصر العربية، تتعرض حاليا لقانون العقار الاعتباري الجديد، سيتم طردنا من هذا المقر الذي تورثناه عقب الأجيال. نحن هنا في هذا المقر منذ عام 1957، نحن السفارة الرسمية الأولى في جمهورية مصر العربية. فدار السودان هو التراث، هو التاريخ، يعني دار السودان من سنة 1957، والوالد قال من 1881 كونوا، كان تبع للشمالية، فبعد كده جو أخذوا الدار، فيعتبر الدار ده إرث تاريخي. نتمنى كلنا سواء ما يعني ما في حاجة يعني بتحفزنا إلا غيرتنا على تمثيل السودان. أن هذا المكان على المحك، فبدأنا في الإجراءات القانونية، أن قمنا بدفع الإيجار الكامل لدار السودان عبر القنوات القضائية أي في المحكمة، تم دفع الإيجار، وصلنا في المسار السياسي الذي نلعب فيه، فقد قابلت مباشرة نائب رئيس مجلس السيادة الفريق حميدي هنا في القاهرة، وهذا قبل عام مضى، وقدمت له مذكرة كاملة عن أضرار فقد هذا المكان العريق. قابلنا وزير الأوقاف والشؤون الدينية هنا في دار السودان وعرضنا عليه الأمر، مر عاما كاملا وتم عرض قضيتنا عبر المقابلات الرسمية أو المراسلات مباشرة إلى مجلس السيادة وعلى رأسه الفريق برهان، إلى فريق حميدتي، إلى رئيس الوزراء حمدوك، إلى شؤون المغتربين، إلى الزكاة، إلى وزيرة الخارجية. لكن أتمنى منكم أن يكون هذا الاجتماع اجتماعا فعليا، اجتماعا أن يخرج بما نقوله وأن ننفذ ما في أنفسنا، وأن نحافظ على هذا الدار إن شاء الله. بقدر ما نقدم سيكون بقاء هذا الدار. بداية من وصولنا للقاهرة في المهمة الرسمية العمل بسفارة سودانية، تابعنا وشاهدنا وشفنا آلاف الجلسات، حضرنا العديد من العزاءات، حضرنا الأفراح، حضرنا المناسبات الوطنية، حضرنا اللقاءات الاجتماعية، تعرفنا برجال وعرفنا معنى الأخوة، تعرفنا بعميد الدار أخونا أحمد عوض وعرفنا منه قيمة إن أخاك الحق من كان معك، ومن يضر نفسه لينفعك، ومن إذا ضيق الزمان صدعك شتت فيك شمله ليجمعك. نزل الله أن يديم علينا الإخاء وأن يديم علينا هذه الدار. وممكن نذكر حاجة بسيطة، الناس في السودان والله ما غايبين عن دار السودان، وكلهم يحملوا له كل التقدير وكل الاحترام وجاهزين لدعمه. إحنا اليوم مجتمعين إن شاء الله كلنا كجالية محبة لدار السودان العتيق، دار العميقة وموضعها في وسط البلد، يعني تجمع جميع السودانيين، فإن شاء الله ربنا يقدرنا ونساهم بالبسيط وفاء لدار السودان. نحن الآن في دار السودان، دار الأصالة، دار العراقة، الدار التي نشأنا بها وترعرعنا
ولنا ذكرى في كل جنب من جنباتها وكل ركن من أركانها. نحن اليوم في دار السودان في يوم الوفاء لدار العطاء، الدار الذي أعطانا الكثير في أفراحنا وأطرحنا وأنشطتنا الثقافية والرياضية والاجتماعية والخدمية. نحن منذ الستينيات في هذه الدار، على مر السنوات كنا نرتاد يوميا نمارس فيه أنشطتنا ونلتقي فيه مع الأهل والأصدقاء والأقارب والأحباب. اليوم نجتمع في هذه الدار لكي ندافع عنه وندافع عن حقوقنا، وهذا اليوم العظيم يوم يثبت فيه كل سوداني أنه له جزء من هذه الدار وهي بيتنا جميعا.